يمه اعوذ بالله اعوذ بالله ايش فيك صارخين يمه ويمه ماني بايستك زين ايش دعوه منو شايفه انت عزرائيل داش عليك البيت ايش تبين جاي الحين ايش تبين عرس بنتك حصمتها الحين الخبيث وانا ليش اخر من يعلم شنو ما تبوني اي ما تبوني اجهز مو صاحبه البيت انا بعد مثلكم سكتي سكتي لا تصرخين ومنو قال لك ما راح تجين تجين ان شاء الله بس لما تعدلين خلقتك وتغيرين هالملابس ان شاء الله الحين كم المهر مو شغلك ليش مو شغلي مو مهري انا كله خذيتي ها مو انت الري اللي جبتي لي اياه الحين صار انا مالي شغل اي مالك شغل المهم ابيك تعرفين ان عنده فلوس عنده خير عنده خير من الله فلوس فلوس ما شاء الله لان انت تدورين الري السن حق حصه وانا ما تبي لي الا طايح الحظ إيه؟ علي وعلى وجهي طايح حظ مثلك المهم ايش حق جايه شايكون زعلانه من ريلك وجايه عندي ترى من الحين اقول لك البيت يتعذرك ردي ردي بيتكم يما سمعيني ماني متهاوشه معاه ولا شيء هي ساعه زمان بي بشوف حصه وبمشي زي يلا ذلفي عندكم اكل اليوم لا ما عندنا يلا حصيص حصيصه حصه ويه على شوي ايش كذي داش انا على عروس ولا واحده رايلها متوفي طيعه ايش فيك ما ابي اتزوج ما ابي اتزوج احد طلعني من هالسالفه ليش صاير بعد ايش فيك حي الله من يانا الله يحييك وسلمك والله زين سويتيتي ونستيني حياك الله تعالي زورينا باي وقت ترى البيت فاضي ما في احد طرقي انا وشراكي اي صدق على طاري يعني ما يخالف اسالك سؤال اي يعني انتو الحين عادي تسكنون كذي ويا بعض ماكو مشكلة عندكم؟ اي شفتي شلون؟ ترى بيتنا وناسة أجواء حلوة زين يعني انتو مو نفس المسلسلات اللي نشوفهم طقني وطقك ومتشع شعري وما أدري شنو هالسوالف ونجرح الشرايط مو كذي انتو؟ ده اسم الله علينا الرحمن الرحيم خوات الله يسلمك أبد ما يطلع حسنة ها عيل بعدين سلمك الله احنا كلنا نسمع كلمة مضاري ما رد لأي طلب ها عيل يعني انت عادي عندك ريلك تتزوج عليك ما عندك مشكلة أفا عليك بس عادي الشرح حلل لأربع بعدين أنا ما عندي مانع يتزوج الرابعة الرابعة؟ هي الرابعة أقول إذا عندك عروس قولي لي بس حبيبة الجد قلت لش تطلعين برا هالبيت قولي لي الحين خليك من موضوع التافه مهرش كم طلع برا ابي اعرف ليش هالبيت مو واحد راضي يقول لي مهرش كم ها توكلي